صباح الخير يا معلم. صباح الفل. ازيك يا عم؟ صباح الخير. عايز 2 كيلو بفتيك يا معلم. عينيا. بس الاول اسالك حاجه، سمعت قبل كده عن حاجه اسمها لحم بالحشو الزائف؟ لا انا ما سمعتش حاجه للحم بالحشو الزائف. انا سمعت حاجه عن الحمام الكذاب وكلته. ايه حمام الكذاب ده؟ ده الوراك بتاع الفراخ بتتشفى وبتتحشي رز وبسله وبتاع وبتبقى على هيئه الحمامه كده. فعلا؟ اه. انما اللحم الزائف ده لا 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 ما سمعتش عنه. لا. طب سمعت عن الخلاصه الدكناء؟ عايز ده كتاب قديم بتاع عبلة نظيرة. لا برضه مفيش برضه. لا 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 خلاص خلينا في 2 كيلو بفتيك. ماشي. شكرا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازيك عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ عايز ربطة كرفس، 2 كيلو جزر افرنجي. ايه جزر افرنجي دي؟ يمكن جزر احمر بقى، بس هو ما فيش جزر افرنجي، في جزر اصفر زي دوت. هو هو الافرنجي هو الاحمر؟ اه يعني هو البلدي. وده البلدي؟ اه ده البلدي. خلينا في البلدي. تمام. و2 كيلو بصل هيني، و2 كيلو لفته افرنجي. سمعت عن لفته افرنجي ده قبل كده؟ لفته افرنجي؟ لا في فجل احمر اه، لكن لفته افرنجي ده ما فيش. في لفت اللي هو البلدي الطبيعي اللي بتخلي يعني الفجل الاحمر هو اللفته افرنجي؟ هو ممكن يكونوا بيحسبوه هو ده، بس ده حاجه وده حاجه. ماشي. و2 كيلو بصل ابيض الاحمر ابيض عيني، و2 كيلو بسله عيني، وربطه بقدونس، وايه و هات مثلا 5 ليمونات كده ولا حاجه. عيني يا باشا. عايز فرخه بداره كده حاجه. ماشي. الاول بس نسال يعني انت بتنقي الفرخه او انا انقي الفرخه ازاي؟ الفرخه طالما واقفه صاحيه كده. اما في عادينا اهم. ها؟ دول كده انتوا تعبانين؟ لا عادينا يجي يقفوا بعد كده. صباح الخير. في مزارع، في بلدي مزارع، في بلدي بلدي، في احمر ده احمر. واخد بال حضرتك؟ يعني الاحمر ده بيبقى مزارع ولا بيبقى بلدي؟ اه مزارع. والابيض؟ الابيض ده مزارع بس السلاله ده حمراء، لكن الابيض سلاله ابيض. البلدي بشكلها اصغر. اه. تبقى صغيره شويه. اه. بيبقى لونها ايه بقى؟ مش فارقة يعني؟ لا مش فارقة، في جميع الألوان، يبقى فيها أحمر على أبيض على أسود، أحمر سادة. بس الأبيض سادة دي مزارع. الأبيض سادة دي مزارع. ما تلاقيهاش بلدي. لا لا ما تلاقيهاش بلدي. طب نقل لنا حاجة كده ما دام إسعاد هي اللي هتطبخها. ف نجيب لك أحسن حاجة. أه أحسن حاجة. اهلا اهلا اهلا. ينزع الشحم. جبت الحاجه؟ جبت كل حاجه يا ستي زي ما طلبتيها. شاطر شاطر شاطر. اهي الكيس اهي. لا ما هي ما انا جهزت لك كمان. جه برافو والله. لا لا, لا انا شاطر قوي في الشراء. اه مراتي علمتني. ايه ده انا عريس سويد ما جبتش النوتيلا؟ مين؟ ما طلبتوش انا، الورقه ما فيهاش. ايوه ايوه على مدام نظيره ما كانش فيه نوتيلا، ده احنا اللي بنحطها في اي حاجه. كل حاجه اهو. اتفضل. ادي الشاي. طلع فعلا بقى لما سالت طلع فعلا اللفت المستورد اه الافرنجي هو الفجل. لا والله شفت بقى؟ طلع عندك حق. شفت بقى؟ ايوه. والبصل قطعته لك صغير وكرفس. شاطر يا حبيبي. لحمه. شاطر يا حبيبي. شاي جبت لك احسن نوع شاي خالص. هايل. انا مش عارف هنعمل بيه ايه بس ماشي تمام. قلتي. ايوه. والبهارات هناك اول رايت. كل حاجه ورنفل كل حاجه. انا